أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، التي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك تحية مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم معنا على تهيئة هذا المنبر المبارك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. اللهم آمين. أذكركم أيها الإخوة بجوال البرنامج للتواصل 05 01 785 5536. معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال أو بهذين السؤالين. يقول السؤال الأول: ابني عمره 4 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة ويأخذ أدوية وأكسجين باستمرار، وزوجتي حامل، فهل يجوز إسقاط الحمل بسبب المشقة الحاصلة على الزوجة للعناية بالطفل المريض؟ وكذلك أيضا من الأسئلة السؤال الثاني، يقول: دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأخير وسجد للسهو وسجدت معه، فهل فعلي صحيح؟ تفضل يا شيخ. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، سبحانك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الإجابة على سؤال الأخ فيما يتعلق، أو على سؤال الأخت فيما يتعلق بولدها وولد زوجها في الذي هو عمره 4 سنوات، وأنه من ذوي الاعتياجات الخاصة ونحو ذلك. الواقع أن وهي الآن حبلى وتسأل هل يجوز لها أن تسقط حملها لتتفرغ لابنها، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاعتذار الذي ذكرته ليس له حق، ولا يجوز أن تسقط الحمل، لأن الحمل هذا الآن أصبح الآن له قيمته، وله كذلك كرامته، وله حقه في البقاء، فهذا يعتبر من قتل النفس. صح. فعليها أن تتقي الله وأن تستعين به سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى إن الله سيعينها على أداء ما يجب عليها نحو ولدها، وعلى ما يجب عليها نحو المحافظة قدر إمكانها على ما في بطنها، والله المستعان. اللهم آمين. يقول سؤاله الآخر، يقول: دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأخير وسجد للسهو وسجدت معه، هل فعلي صحيح؟ نعم، ضروري، لا بد أن يتداخل، طالما أنه دخل مع إمامه فلا بد أن يتابع إمامه حتى يسلم، ثم بعد ذلك يأتي بما سبق به. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال أبو سامي من الرياض، تفضل.
حياك الله يا اخوي. سلام يا شيخ. حياك الله يا شيخ. يا يسلم عليك يا شيخ. مرحبا. الله يحييك ويسلمك ويجزاك خير. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ عندي طال عمرك الوالده توفيت قبل كم شهر، كم حوالي 4 شهور كذا، وعقبت مبلغ من المال. وهذا المال ده ويقسم على الورثه ولا طال عمرك نقوم بصدقه لها مثلا، ولا مشيها بصدقه وكذا؟ طيب سؤال جمعيات خيريه ومثل. سؤالك واضح طال عمرك. وبعدين طال عمرك في بعد سؤال ثاني، اذا كان مثلا على الورثه كم يلحق الابناء والبنات؟ جزاك خير يا شيخ. وشكرا. كيف سؤالك الثاني؟ إذا كان مثلا يوزع المال هذا على ورثه كم يلحق الشخص سواء من بناته أو من عيال؟ كم نصيبهم يعني؟ نصيبهم. نعم. طيب شكرا لك. هذا أبو سامي يا شيخ يقول أن الوالدة توفيت قبل 4 أشهر ولها مبلغ من المال، هل الأفضل أنه يكون للورثة أم نفتح به مثلا جمعية خيرية أو نتصدق فيه أو شيء أو من ذا؟ أولا لا يخفى بأن هذا المبلغ يعتبر إرث. نعم. وتركة. طيب. فإن كان أولادها تنازلوا عن حقهم في هذا الإرث وأرادوا أن يصرفوها إلى أعمال خيرية لوالدتهم فجزاهم الله خيرا، وهذا يعتبر بر منهم لوالدتهم. نعم. وأما والدتهم بعد وفاتها فقد انتفت ملكيتها لأي شيء مما تملكه إلا ما أوصت به. وأما هذا المبلغ فهو للورثة إن تبرعوا به لأمهم فالحمد لله وجزاهم الله خيرا، وإلا فلا يجوز أن يصرف إلا برضاهم. يقول السؤال الثاني، ما هو نصيب الذكور والإناث من هذا الورث؟ الذكور والإناث، أولا من هم الورثة؟ يعني ليس حينما توفيت ليس لها من ورثة غير أولادها من ذكور وإناث. صحيح. إذن هذا المبلغ موزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإذا كان للمرأة 500 فللذكر 1000 ريال. وأما مسألة قسمته وحسابه فعلى كل حال يعني الأمر فيه يسير، ولو ذهبوا إلى أدنى واحد يعني أمكنه أن ذهب. نعم. ونحن في الواقع لا ندري كم عدد أولادها. صحيح. ولا بناتها ولا جبنا. نعم أحسنتم. أيضا من الأسئلة يقول السائل، هل يجوز صرف الزكاة إلى أخي العاجز عن العمل؟ وكذلك من الأسئلة في هذه الحلقة، مقيم في الدمام وأذهب إلى البحرين، هل يجوز لي القصر والجمع؟ تفضل يا شيخ. الأخ العاجز. طيب. أما ما يتعلق بأخيه العاجز، فإذا كان أنه ممكن أن يكون عاجزا في بدنه ولكن عنده مال، فإذا كان عجزه أنه ليس عنده ما ينفق على نفسه فهذا مسكين، ويجوز أن يدفع زكاته إلى أخيه طالما أنه مستحق للزكاة. ودفعه زكاته إلى أخيه هذا يعني أنه يترتب له أجران، أجر دفع الزكاة وأجر إيثارها بأخيه الذي تصرفه معه صلة رحم، فجزاه الله خيرا. لكن بس إذا كان إنه يعني غير مستحق للزكاة فلا يجوز دفع الزكاة إلا لمستحقها. يقول أنه مقيم في الدمام وأذهب إلى البحرين، هل يجوز لي القصر والجمع؟ والله على كل حال يعني من المعلوم بأن ما بين الدمام وما بين البحرين أقل من مسافة القصر الذي حددها مجموعة من أهل العلم بأنها 80 كيلا. صح. أقل من ذلك، وبناء على هذا فلا يجوز. ويجوز على رأي مجموعة من أهل العلم ممن لا يرون تحديدا للمسافة، بل ما أحوج إلى زاد وراحلة وسمي سفر فالأخذ برخص السفر جائز طالما أنه على سفره. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نعم. وأثابكم الله. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. الحمد لله جزاكم الله. اهلا وسهلا بكم مجددا ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا يسال ويقول: هل يجوز النظر في المصحف اثناء صلاه الفريضه وذلك للتاكد من صحه بعض الايات؟ وسؤاله الاخر يقول: سائل يقول: كنت تاركا للصلاه والصيام فتره طويله والحمد لله تبت إلى الله عز وجل، سؤالي هل يجب علي قضاء ما فات منها النظر في المصحف؟ الأول إجابة عن حكم النظر في المصحف، طالما أنه يريد التأكد من آية صار عنده خلط في يعني فيها أو نسيان بعضها أو نحو ذلك، ما يظهر لي مانع من ذلك، لأن هذه الحركة من مصلحة الزكاة، من مصلحة الصلاة، وطالما أنه الآن يريد أن يتحقق من هذه الآية فجزاه الله خيرا، ولا يظهر لي في ذلك مانع، لأن هذا من مصلحة الصلاة. ما يتعلق بسؤاله الثاني، عفوا يا شيخ، قصده أنه يعني يقرأ بصلاة الفريضة من المصحف على طول؟ لا، يا أما إذا كان يقرأ لا فلا بأس بذلك مطلقا من المصحف. نعم بالفريضة. نعم سواء كانت فريضة أو نفلا. طيب السؤال، لا بأس بذلك. اللي يقول: نعم. كنت تاركا للصلاة والصيام فترة طويلة والحمد لله تبت لله عز وجل، هل يجب علي قضاء ما فات؟ الذي عليه جمهور أهل العلم المحققين هو أنه يعتبر والعياذ بالله في تركه الصلاة والصيام وكذا خارج عن ملة الإسلام، لكن الحمد لله الذي من عليه بالهداية وبالاستقامة وبالرجوع، فعلى كل حال فعليه بصدق التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فعلى كل حال الحمد لله يعني هذه التوبة النصوح إن شاء الله تعالى أنه سيسعد بها، ونسأل الله أن يثبته عليها حتى مماته. وفي نفس الأمر ما يتعلق بما مضى، فالذي عليه جمع من المحققين أنه لا يلزمه قضاء أي شيء من هذه الأمور، لا الصلاة ولا الصيام. لماذا؟ لأنه في الواقع حينما ترك الصلاة عمدا عدوانا فهذا يعني أنه خرج عن ملة الإسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فعلى كل مجموعة كبيرة قالوا إنه يكفر بترك الصلاة، فبناء على هذا لا يعني لا يلزمه إعادة صوم وقضاء صوم ولا قضاء صلاة، وإنما عليه العناية بتوبته التوبة النصوح. نسأل الله أن يثبتنا وإياه على القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، السائل يقول: في الصلاة الجهرية متى يقرأ المأموم الفاتحة، وخاصة إذا لم يعطي الإمام فرصة لذلك؟ وكذلك أيضا من الأسئلة يقول: أعاني من خشونة في الركبة وأجاهد نفسي للقيام في الفريضة، أما النوافل فأصليها على الكرسي، سؤالي هل صلاتي النافلة على الكرسي تعتبر ناقصة؟ أولا ما يتعلق بقراءة الفاتحة، نعم، وأنه في الواقع على كل حال يعني هو مأموم، وفي نفس الأمر يحب يعني مأموم، والإمام في الصلاة الجهرية لا يمكنه من قراءة الفاتحة، بمعنى أن الاستماع يضيع عليه لو قرأ الفاتحة.
فعلك بعض من أهل العلم قالوا إن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة عليه. لماذا؟ لأن أول ما هنا المأموم يتحمل الإمام عن المأموم مجموعة من أعمال الصلاة، منها قراءة الفاتحة فليست واجبة عليه، بينما قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الإمام وعلى المنفرد. أما المأموم فالخلاف بين أهل العلم قائم، هل هي واجبة عليه أو لا؟ مجموعة من أهل العلم قالوا بأنها ساقطة، بأن الإمام يتحملها عنه، كما يتحمل الإمام عن المأموم السترة، ويتحمل الإمام عن المأموم السهو الذي يحصل للمأموم في ترك واجب، كأن على كل حال يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى، وهو الذي يلزمه يقول سبحان ربي العظيم ولم يقول سبحان ربي العظيم أو العكس. ويعني أي واجب من الواجبات الذي تركها بدون قصد، وإنما هو على سبيل السهو، الإمام يتحملها. وبناء على ذلك لكن مجموعة كذلك من أهل العلم قالوا الاحتياط هو أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، فالذي فما يقرأه الإمام الغالب أنه سيدرك بعضه ونحو ذلك، وفي ذلك احتياط، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. يقول: عاني من خشونة في الركبة وأجاهد نفسي للقيام في الفريضة، أما النوافل فأصليها على الكرسي. يقول سؤالي: هل صلاة النافلة على الكرسي تعتبر ناقصة؟ لا أبدا، طالما أنه عاجز وأنه يعاني المعاناة التي تشق عليه، فعلى الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم كذلك بأن النوافل يجوز لمن يصليها أن يصليها قاعدا ولو كان قادرا على القيام، إلا أن الأجر لا يكون له منه إلا نصفه. وأما إذا كان عاجزا ويعاني مثل ما ذكره السائل، فإن شاء الله تعالى أجره كامل ويصلي على كرسيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا على جوال البرنامج، هذا يا شيخ يقول: قادمون من الكويت بنية العمرة، ولكن تجاوزنا ميقات السيل لعدم معرفة السائق، وكنت نائما ولم نحرم من الميقات، ماذا يلزمنا؟ أيضا سؤال آخر: جئت أيضا من الكويت وأقمت في الطائف عدة أيام، هل يجوز أن أحرم للعمرة من محل إقامتي؟ أولا، ما يتعلق بالجماعة الذين جاءوا من الكويت أو من أي محل ثم وقصدهم في ذلك الإحرام بالنسك، سواء كان نسك حج أو عمرة، نعم، فوقد تجاوزوا الميقات، وكونهم تجاوزوا الميقات عمداً أو نسياناً أو نحو ذلك، هذا في الواقع تجاوزهم الميقات يرتب، وإحرامهم دون الميقات يرتب عليهم الدم، لأن الإحرام من الميقات أحد واجبات النسك. فمن أحرم من الميقات فالحمد لله، ومن أحرم دون الميقات يعني بعد الميقات إلى مكة فعليه دم، لأن الإحرام ميقات واجب من واجبات النسك. أما ما يتعلق بما ذكره أنه قادم إلى من الكويت وفي الطائف جلس عدة أيام، وأنه جلس عدة أيام ثم أحرم بعد ذلك، صح كذا؟ يقول: من أين أحرم؟ هو في الواقع على كل حال الطائف خارج المواقيت، فإن كان أراد أن يأتي مكة من الجبل الذي هو الكر، فيعني فيحرم من وادي محرم، وإن جاء عن طريق السيل فيحرم من السيل. نعم، الحمد لله، وهذا كله متيسر لأن الطائف خارج الميقات.
نعم بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة وبارك الله فيك. وأنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.